نعمتم أوقاتا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد هذا المساء من وراء الحدث، نخصصه لنتائج اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش بمراكش وأولوية مكافحة الإرهاب بإفريقيا. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا اليوم الدكتور الشرقاوي الروداني، وهو أستاذ جامعي وخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية من الرباط. أهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا الدكتور موسى المالكي، وهو أستاذ باحث في القضايا الجيوستراتيجية بجامعة محمد الخامس برباط. أستاذي أهلا وسهلا بك. ويسرنا أن يكون معنا الدكتور زهير العميم، وهو باحث في القضايا الإفريقية من مراكش. دكتور العميم أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم الدكتور الشرقاوي الروداني، إذن اختتمت فعاليات هذا الملتقى الدولي بمراكش، ما هي أبرز مخرجاته بالنسبة إليك من وجهة نظرك؟ هذا المؤتمر تحالف داعش، تحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أعتقد كان ناجحا بكل المقاييس، على اعتبار أنه لأول مرة ينعقد في بلد داخل القارة الإفريقية، وبالتالي تسليط الضوء وإثارة الاهتمام الدول الغربية والمنتظم الدولي للحاجيات الاستراتيجية للقارة الإفريقية والمشاكل البنيوية على المستوى الأمني التي تعيشها القارة الإفريقية في حد ذاته يعتبر نجاحا كبيرا. وبالتالي أعتقد أن من بين المخرجات هذا المؤتمر هو تكامل الاستراتيجيات الدولية فيما يخص مراجعة بعض القراءات، خاصة في المسائل المرتبطة بضرورة تنمية القارة الإفريقية ومعالجة مجموعة من المشاكل السوسيو اجتماعية والسوسيو اقتصادية داخل القارة الإفريقية، على اعتبار أن هناك صراع الإثنيات والعرقيات في مجموعة من البلدان الإفريقية، والذي يزكي والذي يعطي كذلك فرصة للتنظيمات الإرهابية لاختراق الدول. ثم كذلك من بين النقط المهمة وهو مسألة الحدود، حيث أن الجماعات الإرهابية تقوم بالمرور دون قيود داخل الحدود القارة الإفريقية، وبالتالي وجود حدود رخوة يجعل من الجماعات الإرهابية قادرة على التحرك بشكل سهل وشكل بشكل يسهل عليها من أجل ضرب الدول الإفريقية. وبالتالي أعتقد كذلك لا بد من الإقرار بأن مجموعة من المشاكل السياسية التي تعيشها القارة الإفريقية كانت حاضرة في النقاش، والتي كذلك تسهل تمركز الجماعات الإرهابية في مجموعة من الفراغات الجيوسياسية. نتكلم عن الوضع في ليبيا وفي جنوب ليبيا، نتكلم عن الوضع في شمال مالي، نتكلم عن الوضع في دول ساحل إفريقيا وجنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا، إلى جانب الارتدادات الدستورية التي عرفتها مجموعة من الدول القارة الإفريقية، خاصة دول غرب إفريقيا، والتي كانت أساسا بسبب تدهور الأمني في مجموعة من مناطق هذه الدول. أعتقد بأن كذلك لابد من الإقرار بأن اليوم وضع الأصبع على المناطق التي تعرف كذلك اهتزازات أمنية أو مرشحة لارتفاع صاروخ للضربات الإرهابية، باعتبار لمجموعة من الأسباب، خاصة منطقة ليبتاكو غورما في أو منطقة الحدود الثلاث ما بين مالي بوركينا فاسو والنيجر، ثم منطقة خليج غينيا، حيث تعرف هذه المنطقة تنامي وتصاعد للضربات الإرهابية وتمركز داعش في هذه المنطقة، ثم منطقة الشمالية لدولة الموزمبيق، خاصة منطقة كابو ديلغادو، والتي تعرف كذلك بروز الجيل الثالث من تنظيم داعش، إلى على اعتبار كذلك أن علاقة تنظيم ولاية ما يسمى إفريقيا الوسطى التي تتمركز كذلك في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، خاصة في منطقة كيفو الشمالية وكيفو الشرقية، والتي لها كذلك لها علاقة بتنظيم كابو ديلغادو، أصبحت كذلك كانت محطة قراءة وكذلك النظر. بالتالي كذلك من بين هذه المخرجات بأن المملكة المغربية أصبحت اليوم دولة محورية على مستوى كذلك رؤيتها الاستباقية، نموذجها
تمارسها كذلك في محاربة الإرهاب والتطرف، الدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية والدور الذي تقوم به المملكة المغربية في استباب الأمن والاستقرار، كذلك مقاربتها الشمولية في دحض الإرهاب على مستوى القارة الإفريقية. كل هذه النقط كانت محط نقاش وكانت مهمة، وكانت من بين المخرجات كذلك هو تقوية الدولة المركزية داخل القارة الإفريقية ودعم الدول الإفريقية في مواجهة الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة والعنف كذلك الذي يشكل حلقة صعبة، خاصة مع تشابك والصراع الكبير ما بين العرقيات في مجموعة من الدول الإفريقية خاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا. طيب أخذ العين مما ذكرتها دكتور روداني. دكتور المالكي، علمتنا التجربة الإنسانية، علمنا التاريخ كذلك أن التدخل الأجنبي العسكري تماما لا يجدي نفعا في محاربة الإرهاب. رأينا ماذا حدث مع قوات فرنسا في مالي، خاصة عندما يتحدث المشاركون عن وجوب تشجيع المبادرات المحلية. هل هناك مقاربة تصور لهذه المسألة؟ كيف سيتم تفعيل هذا المنحة؟ شكرا. أعتقد أن تنظيم هذا القمة وهذا الاجتماع ببلد إفريقي لأول مرة اللي هو المغرب هو رسالة قوية في هذا الاتجاه. طيب. وأتفق معكم أن هناك دروس مستقاة من الفشل الذي عرفه تدخل فرنسي، سواء عبر عملية سيرفال التي انطلقت سنة 2013 أو عملية برخان التي انطلقت امتدت ما بين سنتي 2014 و2021 في مجموعه من البلدان، بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر، وشاهدنا الخسائر الفادحه في سنه 2019، كان 4000 قتيل و365 عمليه ارهابيه وتشريد ملايين السكان، وفي سنه 2020 3200 شخص بكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر. اذا اليوم نحن في مقاربه جديده لا تعتمد فقط على ما هو أمني وعلى ما هو عسكري، وإنما تتجاوزه إلى ما هو اجتماعي، إلى ما هو اقتصادي. والتجربة المغربية حاضرة بقوة في هذا المجال، لأن المغرب تمكن من تفكيك أزيد من 200 خلية ذات توجهات إرهابية أو متطرفة في العشرية الأخيرة، ولكن اعتمد مقاربة متعددة الأركان، لم يعتمد فقط على المقاربة الأمنية والمخابراتية، وإنما على مقاربات تنشر يعني قيم تسامح، تنشر قيم التعايش، تعمل على التوجيه الصحيح لهذه الاستراتيجية المتكاملة الأركان. اليوم حضور 80 دولة يعزز هذه المكان المغرب، وأربطه أيضا بالمكتب الذي افتتحته الأمم المتحدة، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا في يونيو 2021. اليوم الاعتماد على البلدان الإفريقية وعلى المبادرات المحلية والتجمعات الإقليمية، بلدان الساحل والصحراء، مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على التجارب الناجحة لبعض البلدان التي تمكنت من مقاومة يعني الاتجاهات التطرفية، وأيضا دعم الوحدة الترابية للبلدان. وهنا وجهت رسالة أخرى قوية جدا، هو أن الحركات الانفصالية هي تشكل بيئة خصبة لتسرب الإرهاب إلى سفن هذه البلدان. طيب دكتور العميم، فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة التي أثرها الدكتور المالكي وتتعلق بهذا القلق المتزايد من ازدياد الحركات الانفصالية، هل هناك توجه نحو دعم الدول المركزية والحفاظ على وحدتها الترابية؟ بالفعل سيدتي، أولا يجب أن نستحضر على أن هذا التحالف الدولي ضد داعش يأتي في سياق متغيرات جيوستراتيجية وجيوسياسية، على اعتبار على أن هذا التنظيم أصبح منحصرا
في منطقة العراق والشام، وبالتالي فهو يتوجه إلى إيجاد بيئة حاضنة له، لذلك فهو يتمدد في المناطق الهشة وفي الدول الرخوة كما يصطلح عليها في بعض أدبيات العلاقات الدولية. وبالتالي فهذا التواجد وهذا التمدد يعني المغرب بحكم تجربته وبحكم كذلك قوته الاستخباراتية وبحكم إلمامه بقضايا القارة الإفريقية يعني بدأ يشعر من طبيعة الحال منذ سنوات متعددة منذ الخراطة في مبادرات التي تحاول أن يعني أن تحارب هذا التنظيم الإرهابي الذي أصبح يشكل يعني زعامة التنظيمات الإرهابية الدولية. فالمغرب من خلال هذه المبادرة وهذه القوة الاقتراحية يركز بالأساس على محاربة هذا التنظيم بطريقة استباقية قبل أن يتمدد بشكل مهول نصر معه تحكم فيه، خصوصا أن كما أشرت إلى ذلك سيدتي على أنه يتمدد في دول هشة وفي دول أوشكت على الفشل، وبالتالي فهو يستثمر في الهشاشة الأمنية وفي الفراغ الأمني وفي ضعف مراقبة الحدود في ظل غياب تنسيق أمني بين دول الأفريقية وخصوصا منطقة الساحل والصحراء. لذلك فهذا التحول وهذا التنظيم المتحول إن صح التعبير الذي يتواجد حاليا بحكم الواقع في منطقة الساحل والصحراء، فلا بد من مواجهته، ولكن بطريقة كما أشار إلى ذلك البيان الختامي، بطريقة ليس كما كانت في السابق بطريقة عسكرية أو تدخل أجنبي قد يعمق الأزمة أكثر مما يحلها. ففي هذا الإطار فإن مخرجات هذا البيان تؤكد على دعم السلطات الوطنية، دعم الحكومات المركزية، يعني تقوية الأجهزة الأمنية لهذه الدول، وكذلك يعني تقديم المعونة المادية واللوجستية والخبراتية من أجل دحر هذا التنظيم الذي أصبح يشكل خطرا على التنمية في إفريقيا، وأصبحت له وذو الإشكال الكبير. وعندما تقارب الظاهرة الإرهابية في إفريقيا تجد على أنها قضية متشابكة معقدة يصعب حلها بمقاربة عسكرية منفردة، لأنها تحتاج إلى مقاربة متعددة الأبعاد، وهي المقاربة التي ينهجها المغرب. لذلك فاليوم المغرب يشكل رائدا ويشكل تجربته يعني خبرة يمكن النهل منها من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد تنمية إفريقيا، استقرار إفريقيا، من منطلق على أن أي تنمية لا يمكن أن تكون إلا بأمن واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي. دكتور وداني، مجموعة التركيز الإفريقي لا نتحدث عنها كثيرا، يراد لها أن تشتغل فيما بعد تحت رعاية هذا التحالف الدولي، كيف سيتم ذلك تحت آلية وكيف سيتم التنسيق بين المؤسستين؟ أعتقد اليوم أمام يعني الخطر والتهديدات الحادقة لتنظيم داعش على المستوى الدولي خاصة داخل القارة الإفريقية، مجموعة من المحددات يمكن أخذها بعين الاعتبار لتسهيل عمل وكذلك الذهاب بعيدا في وضع استراتيجية شمولية، على اعتبار أن هناك استراتيجيات متناثرة ومتناقضة في مقاربات مختلفة من أجل رؤية الإرهاب وكذلك تحديات الإرهاب. أعتقد اليوم عندما نتكلم عن المملكة المغربية هي عضو فعال في فوكوس جروب أفريكا مع الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في عملية عبر الصحراء داخل القارة الإفريقية. مؤخرا سيدتي المحترمة تم انعقاد لجنة العمل الدولي التابعة لمؤتمر وارسو لمحاربة الإرهاب والتنمية الغير المشروع، ثم المغرب هو دولة محورية في المنتدى الدولي لمحاربة الإرهاب بمعية دولة كندا، إلى جانب بأن المغرب يعني يحتضن المكتب الأممي لمحاربة الإرهاب داخل القارة الإفريقية. وبالتالي هناك تجربة كبيرة للمملكة المغربية، خاصة وأن هناك لابد من وجود علاقات قوية داخل القارة الإفريقية. وأعتقد بأن الدولة المركزية في المملكة المغربية استطاعت منذ سنوات عديدة في خلق شراكات استراتيجية مع مجموعة من الدول الإفريقية، خاصة عندما نتكلم عن قدرة المملكة المغربية والاستخبارات المغربية في ضحى
لحد الجماعات الإرهابية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نتذكر عملية بسام في الكوديفوار، نتكلم عن ضحد تحييد خطر الإرهابي في مجموعة من الأوقات في إسبانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا وفي كندا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحييد خلية جيمس كول بريدجز التي كانت تنوي ضرب مدينة نيويورك. وبالتالي أعتقد كذلك المغرب ومن خلال فلسفته وقدرته على خلق تعاون استراتيجي من خلال مع شركائه الدوليين، خاصة عندما نلاحظ كذلك تمحيص لمجموعة من التقارير الدولية التي خرجت على في قراءتها للعمليات الإرهابية على المستوى الدولي، خاصة تقرير وزارة الخارجية الأمريكي الأخير الذي أشاد بمشروع المغرب في مواجهة التطرف، ومن ضمنها كذلك استمرار المملكة المغربية في تعزيز المنظومة القانونية والأمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأعتقد بأن هذا التنسيق الكبير والقدرة المغرب كشريك موثوق وكذلك كشريك قوي مع الاستخبارات الأجنبية، خاصة في تبادل المعلومات وفي كذلك خاصة وجود بنية قوية مؤخرا تم تحديثها على مستوى الأمن السيبرياني وتحليل المعلومات المالية التي تقوم برصد جميع الأموال المشبوهة التي تذهب في اتجاه تمويل الإرهاب والتطرف، كلها نقاط مهمة جدا. هذه التجربة يمكن الاعتماد عليها من أجل وضع مقاربات شمولية وكذلك وضع كذلك خلق استراتيجيات متكاملة مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، التي عندما نقرأ مثلا في مشروعها الجديد Global Britain تتكلم عن التهديدات الحادقة بالقارة الإفريقية وتوسع جغرافية الإرهاب. كذلك تقرير الأمريكي للمكتب الوطني الأمريكي لمحاربة الإرهاب لكريستوف لامير المؤخر الذي قال بأن داعش تتمدد بشكل كبير على داخل القارة الإفريقية. وعندما نلاحظ التداعيات الاقتصادية والمالية للعمليات الإرهابية داخل القارة الإفريقية كما جاء في تدخل السيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا، أن هناك حوالي 171 مليار دولار يعني تذهب نتيجة لهذه الضربات الإرهابية ولانتشارها الجماعات الإرهابية داخل القارة الإفريقية. أعتقد لا بد من معالجة مجموعة من المشاكل البنيوية، وهناك فراغات جيوسياسية تستعملها الحركات الإرهابية والجماعات الإرهابية المتطرفة. زيادة على ذلك بأن هناك، وقد أشرنا إليها في عدة مرات في قناتكم المحترمة وفي معكم في برنامج ملف للنقاش أستاذة جوهرة، بأن الجماعات الإرهابية لها ارتباط كبير بالتنظيمات الانفصالية، خاصة عندما نتكلم في منطقة كابو ديلغادو هناك حركة انفصالية، في منطقة الكاميرون في شمال الكاميرون هناك علاقة وطيدة ما بين حركة لومبازوني وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى، هناك كذلك البوليزاريو لها علاقة كبيرة وقد لاحظناها في العلاقات التي كان ينسجها عدنان أبو وليد الصحراوي مع مجموعة من عناصر البوليزاريو ومع حركة البوليزاريو. أعتقد كلها معطيات تظهر بأن لابد من قراءة شمولية ومن كذلك خلق استراتيجيات شاملة لدعم الدولة المركزية ودعم وحدة الأراضي الترابية لدول القارة الإفريقية كمدخل أساسي ومهم ومحوري لدحض تحرك الجماعات الإرهابية، على اعتبار أن هذه الجماعات لها ارتباط بمنظمات كذلك الإجرامية العابرة للحدود والعابرة للقارات. طيب دكتور مالكي، دعم الدولة المركزية كلام جميل ولكن الفعل قد يبدو معقدا نوعا ما. اليوم هناك حاضنة شعبية لهذه الجماعات الإرهابية، هناك عدم تنسيق بين الدول الإفريقية. ماذا يمكن للتحالف أن يقدم في هذه المسألة، أم أن الأمر يتعلق بعمل يجب أن ربما أن يبلور داخل هذه الدول على أراضيها وبين سياسيها ومتخذي قرارها؟ فعلا التحدي الإرهابي وعدم الاستقرار وغياب الأمن، اليوم إفريقيا تعرف وجود 27 كيانا إرهابيا حسب معطيات الأمم المتحدة، وفي سنة وفي سنة 2021 ف 28% من الوفيات التي تسبب فيها الإرهاب العالمي فكانت داخل القارة الإفريقية. وبدون القضاء
الجذري على الإرهاب وعلى التطرف وعلى الحركات الانفصالية. ليتك دكتور مالكي تفتح قوس لتخبرنا لماذا تلقى الحركات الإرهابية أو على الأقل عدد كبير منها حاضنة شعبية؟ كيف نفهم هذه المسألة؟ هو في ظل عدم الاستقرار السياسي وضعف الدولة المركزية في بعض البلدان، فإن الساكنة أو جزء منها لا يجد مفرا من التعامل مع هذه الحركات، وليس بالضرورة أن تكون حاضنة وداعمة لهذه الحركات، وإنما في بعض الأحيان تكون ضحية يفرض عليها التعامل مع هذه الكيانات في ظل غياب الدولة التي تقوم بحماية المواطنين وحماية أمنهم والحرص على يعني ممارستهم لحياتهم في حرية كاملة. ولكن اليوم فالرسالة التي يعني تجد قناعة وصدى لدى الجميع أن الحل لا يمكن إلا أن يكون إفريقيا لهذه التحديات الكبرى في إطار من التنسيق والتعاون الشامل والمقاربات البناءة داخل القارة الإفريقية، لأن حضور التحالف الدولي هو مهم جدا، ويمكن أن يقدم موارد وأن يقدم استثمارات وأن يقدم تدريب وأن يقدم تعاون أمني، لأن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عالمية حدودها تتجاوز القارة الإفريقية، وهناك بؤر أخرى في الشرق الأوسط وفي أفغانستان إلى آخره، هناك تعاون ما بين الجماعات المتطرفة، وبالتالي الحرب ينبغي أن تكون شاملة ويكون التعاون والتنسيق، ولكن داخل البلدان الإفريقية حان الوقت للمبادرات البناءة التي تستثمر في نماء واستقرار الشعوب. أعطي مثالا هو مثلا مشروع خط أنابيب الغاز الذي اقترحه المغرب بأن يربط ما بين نيجيريا والمغرب، يعبر عدة بلدان نحو أوروبا ويشكل فرصة للتنمية الاقتصادية، حينما يجد السكان دولة مستقرة توفر فرص العمل، توفر خدمات التعليم، توفر خدمات الصحة، فلا أحد أبدا. ولذلك من بين المخرجات هذا اللقاء هو التركيز على المدنيين، هو التركيز على المقاومة المدنية للأفكار المتطرفة. طيب دكتور مالكي، لم نتحدث كثيرا عن التعليم، هل هناك إشارة لذلك؟ لأن ما نعرفه جميعا أن الحصن الحصين للإنسان بعد أسرته هو هذه المدرسة التي يذهب إليها. صحيح، العلم نور والجهل عار كما يقال، فتدهور منظومات التعليم في بعض البلدان الإفريقية يشكل يعني عاملا محفزا لسهولة انتشار الأفكار المتطرفة التي هي دخيلة على التقاليد المحلية لهذه البلدان. فضعف التعليم، المغادرة المبكرة أو الهدر المدرسي أو مغادرة ملايين يعني التلاميذ للمدرسة بشكل مبكر يفقدهم تكوين، يفقدهم تشكيل المستقبل الخاص بهم، وبالتالي يلجون أو يقعون ضحية لهذه الأفكار وهذه المتطرفة. و يعني أتفق معكم في أن التعليم ينبغي أن يحظى هو أيضا بأولوية أن يدخل ضمن الآليات المتعددة لمكافحة والمقاومة الاستباقية للإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية، وهذا يدخل في المقاربة الجديدة التي نتحدث عليها في برنامجكم الموقر، والتي تتجاوز ما هو أمني لتشمل أبعاد أخرى اجتماعية واقتصادية، ومن بينها طبيعة الحال وفي مقدمتها مسألة ومنظومة التعليم. طيب دكتور شرقاوي روداني، المعلومات التي نعرفها هي من أجل أن نتابع شخصا مشبوها واحدا فقط، يقتضي الأمر تجنيد 12 شخصا. في البيانات التي قرأناها لم نجد إشارة إلى الدعم المالي خاصة، هل هناك التزامات؟ من يقوم بتمويل هذه الحركة الدولية التي تسعى لمواجهة الإرهاب، خاصة بعد أن استوطنت بعض حركاته في إفريقيا وفي مناطق هشة جدا؟
أعتقد اليوم لابد من الإقرار بأن لا يعني بالرغم من أن مخرجات هذا الاجتماع الدولي حول يعني حول الإرهاب في إفريقيا وكذلك دحض تنظيم داعش داخل القارة الإفريقية، لابد من الإقرار بأن لا زالت هناك عمل كبير ينتظر المنتظم الدولي من أجل الذهاب بعيدا من خلال استراتيجيات دقيقة لمحاربة الإرهاب لا على المستوى العملي أو العملياتي، وحتى وإن ربما قد نجزم بأن الرؤية الأمنية أو المقاربة الأمنية لا يمكن أن تدحض العمل الإرهابي على اعتبار بأن مثلا إفريقيا تعاني من نزاعات داخلية طويلة الأمد، كذلك هناك إشكالية الإرث الاستعماري وأزمة الهوية داخل القارة الإفريقية مجموعة، ليست هناك فقط بعض الاستثناءات إذا تكلمنا عن المملكة المغربية التي تعتبر دولة أمة، أما باقي الدول فلم تعير اهتمام للأمة وأصبحت فقط تعمل على خلق الدولة، وهذا التأثير له يعني متعدد خاصة عندما نتكلم عن التعدد الإثني وتأثير ذلك في الاستقرار السياسي والأمني. سيدتي المحترمة، في القارة الإفريقية هناك حوالي 2200 إثنية أصبحت يعني بتعدد دلالاتها تشكل تهديدا للاستقرار السياسي، وخاصة عندما نلاحظ مثلا فقط دولة نيجيريا هناك 360 إثنية فقط ما بين 160 إلى حدود 200 إثنية في شمال نيجيريا تتصارع حول الأراضي الزراعية الخصبة، حول تربية المواشي، حول كذلك ولاءات الإثنيات لبعض الجماعات العابرة للحدود والعابرة كذلك للقارات. عندما نتكلم عن منطقة مايدوغوري في نيجيريا هناك جماعات يعني كذلك يعني إجرامية تشتغل في تهريب الغاز، في تهريب النفط، في تهريب السلع، في تهريب كذلك الأسلحة الآتية من ليبيا ومن مجموعة من المناطق، وبالتالي نحن أمام تحدي كبير لابد من معالجة يعني كما نقول بالإنجليزية step by step، لأن خطوة الأمر خطوة هو كبير يعني خطوة خطوة، لأن الأمر صعب جدا. عندما نتكلم فقط سيدتي المحترمة عن قرار مجلس الأمن 2664 الذي تكلم عن no money for terror يعني لا للمال من أجل دعم يعني دعم الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، هناك مجموعة من الدول لم تطبق يعني قرارات مجلس الأمن، وكانت هناك نوع من الضبابية وغياب الشفافية في مجموعة من الأمور المرتبطة بتمويل الجماعات الإرهابية، واعتقد اليوم هناك حاجة ماسة على العمل على كذلك فرض إيقاع جديد في الإطار المفاهيمي للغة الإرهاب، خاصة عندما نتكلم داخل الأمم المتحدة هناك خلط كبير وهناك صراع كبير في تعريف الإرهاب وكذلك محتويات الإطار المفاهيمي لهذه الكلمة. أعتقد اليوم أن القارة الإفريقية بحكم موقعها الاستراتيجي هي قارة محادية لمجموعة من المناطق المهمة ولعقائد جيوسياسية جديدة أصبحت تتشكل، أتكلم عن عقيدة الجيوسياسية المحيط الهندي الهادئ الموسع الذي يشمل القارة الإفريقية، أتكلم عن المجال الجيوسياسي للشرق المتوسط، نتكلم عن الشرق الأوسط، نتكلم عن شمال غرب المتوسط وجنوب المتوسط، مؤخرا كانت هناك ضربة إرهابية في سيناء المصرية والتي أودت بحياة 11 جندي مصري، وبالتالي هناك حاجة ماسة للقراءة استباقية كذلك قراءة لخطوط تماس مصالح الجماعات الإرهابية مع الحركات الانفصالية كذلك للفراغات الجيوسياسية التي تنتشر داخل القارة الإفريقية بشكل كبير، ثم كذلك لابد من الإقرار بأن اليوم لابد من تمويل مشاريع تنموية دقيقة داخل القارة الإفريقية. جاء مؤخرا في اجتماع الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي رغبة الدول الأوروبية في استثمار وتنمية القارة الإفريقية، ولكن أعتقد لابد من وجود مقاربات أكثر ووجود كذلك رؤية استشرافية خاصة دعم الدولة المركزية، وهذه نقطة مهمة جدا، ودعم وحدة الأراضي الترابية للدول الإفريقية
إفريقيا يبقى نقطة مركزية من أجل دحض الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش الذي أصبح يتوسع بشكل كبير داخل مجموعة من القارة الإفريقية، وأصبحت مراكز نفوذه تتقوى بشكل كبير. طيب تفاعل مع ما تفضلت به دكتور روداني. دكتور مالكي، هل حال الدول الإفريقية اليوم يوحي بأن هناك رغبة حقيقية للتنسيق بينها لتجاوز الخلافات، خلافات الماضي، سوء التفاهم، لتجاوز كذلك المواقف الإيديولوجية من أجل الأمن العام، لأن تعرف أن الأمن القومي تجاوزنا المفهوم التقليدي له؟ هي في جميع الأحوال مضطرة لذلك، هذا مستقبلها، مستقبل هذه القارة مرهونة بنضج قياداتها السياسية وجعل مصلحة الشعوب ومصلحة هذه الدول وهذه الأوطان في المقام الأول، بعيدا عن كل عقد نفسية أو مشاكل تاريخية متجاوزة موروثة عن يعني العصر ديال الحرب الباردة. اليوم ما زلنا في إفريقيا دكتور مالكي، أنت تعرف هذا أحسن مني، الكثير من البلدان الإفريقية ينظرون إلى نجاح الفرد بأنه عندما ينجح في مغادرة إفريقيا والاستقرار خارجا حتى لو في ظروف سيئة. صورتنا في المرآة كيف تبدو اليوم؟ ولو أعطيك مثال، أن الأمور رغم كل شيء ورغم يعني ما خلفته بعد الأحداث منذ سنة 2011 والتي أدت إلى انهيار أنظمة وتزايد المشاكل والأزمات الاقتصادية التي وقعت على مستوى العالم وأثرت سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضا مسألة التغيرات المناخية والجفاف والتصحر، وكانت هنالك قمة مؤخرا في هذا الإطار، وأصبح التدهور البيئي أيضا من أحد عوامل عدم الأمن وعدم الاستقرار. حينما ندرس مثلا نحن كجغرافيين ظاهرة الهجرة الإفريقية نحو أوروبا، فكان المغرب ومعه بلدان شمال إفريقيا مجرد معبر نحو القارة الأوروبية، يعني بعض الأفارقة الذين يرغبون في الهجرة السرية يتوجهون بطرق غير شرعية إلى المغرب، ينتقلوا إلى شمال المغرب في سنوات سابقة ليحرصوا على فرصة للعبور نحو أوروبا. ولكن اليوم نشهد أن جانب كبير من الأفارقة أصبحوا يعتبرون المغرب كبلد استقرار وليس كبلد عبور، ولكن كم من المغرب اليوم في إفريقيا؟ نعم، كم من مغرب اليوم في إفريقيا؟ كم من دولة تشبه المغرب اليوم في إفريقيا؟ صحيح البلدان الإفريقية حالها سيء، ولكنها غنية بثرواتها الطبيعية. وفي ماذا تفيد الثروة التي لا نشتغل عليها، لا نستغلها، لا نتمتع بها؟ إخواننا الفقهاء نعم هنا يفرقون بين الملك والرزق مثلا، لذلك أنا أسأل كيف يمكن للإفريقي الذي ينظر إلى نجاحه مرتبط بهذه التأشيرة أو بمغادرته لبلده، كيف يمكن له أن يقتنع تماما بالاستقرار فيها، والحال أن التعليم والصحة والمبادرات الفردية والتنمية البشرية في مؤشرات منخفضة جدا؟ هنا الأنظمة السياسية والقيادات السياسية في هذه البلدان تتحمل مسؤولية مصيرية في هذا الاتجاه لتحويل بلدانها إلى بلدان ناجحة على مختلف المستويات. لا يمكن إيجاد حل شامل وبعيد المدى إلا هذه الأنظمة السياسية، حان الوقت أن تغير نهجها نحو جعل مصلحة شعوبها وبلدانها هي المصلحة العليا. طيب دكتور العميم، هذه ربما المفارقات، اختلافات وجهات النظر، سوء الفهم قد يفهم في المناطق الجغرافية الواسعة، منطقة الساحل والصحراء هذه سنوات ونحن نتحدث عن تردي الأوضاع فيها، هل من آليتنا اليوم، هل من خطة حقيقية، إرادة سياسية كذلك للقضاء على الكيانات الإرهابية فيها؟
في الحقيقة كنت أود في البداية أن أعالج على مسألة جد أساسية، وهي أن واقع الأمن في إفريقيا اليوم وواقع يعني متذبذب ومحفوف بمجموعة من المخاطر. لذلك فهذا تحالف أو هذا المؤتمر الدولي الذي انعقد بين المغرب بطبيعة الحال بحكم أن المغرب هو قاطرة ورائد إفريقيا، ويمكن أنه من تجربته في معالجة الظاهرة الإرهابية التي قربها المغرب من أبعاد متعددة وساهم في حل مجموعة من الأزمات بمقاربة متعددة شمولية، يعني تحاول أن تستثمر في الدبلوماسية الدينية، تستثمر كذلك في الاقتصاد، في التنمية، في مساعدة الطلبة الأفارقة، في كذلك دعم القدرات العسكرية لمجموعة من الدول. فمجموعة من الضباط العسكريين كانوا يتكونون في المغرب، كذلك لابد أن نستحضر كذلك يعني المبادرة المغربية من أجل نشر الفكر الديني المعتدل، على اعتبار على أن الخطاب الإرهابي يجب أن يعالج بخطاب معتدل، بخطاب رصين، بخطاب يأخذ من الدين يعني تعاليمه السمحة. كما أشرت أستاذ على أن منطقة الساحل بالخصوص اليوم هي بؤرة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومع الأسف السيناريو الأكثر قتامة والأكثر سوادة هو الذي يطغى على هذه المقاربة. لذلك فاليوم هذا المؤتمر يأتي في سياق ذات رهينية ومهم بالأساس بأجل تجفيف منابع داعش، وكذلك على اعتبار أن الظاهرة الإرهابية، وهذه مسألة أساسية يجب أن يشير إليها كذلك، على أن ليست الظاهرة منعزلة بل هي مرتبطة بمجموعة من المظاهر الأخرى المخلة بالأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل على الخصوص. فالإرهاب له علاقة يعني جدلية مع الجريمة المنظمة، مع جريمة التجارة بالبشر، مع يعني النزوح والهجرة. فكما أشار إلى ذلك يعني أشرت إلى ذلك مجموعة من التقارير، فاليوم نشهد نزوح أكثر من 1.5 مليون مواطن إفريقي بسبب تهديدات الإرهابية. وبالتالي يعني هذا المؤتمر يأتي من أجل تنسيق الجهود، دعم قدرات الدول الإفريقية، وكذلك يعني الحد من خطورة هذا التبدد الداعشي الذي يريد تحويل المنطقة إلى يعني احتمالية خلق سيناريو داعش جديدة على المنوال الذي كان بمنطقة العراق والشام. لذلك فالمقاربة المغربية وكذلك هذه المبادرة لها سيكون لها ما بعدها، ومن طبيعة الحال هناك مجموعة من الآليات التي يمكن أن نستحضرها في هذا المقام. فهناك يعني المجموعة المستثمرة المركزة على منطقة إفريقيا التي يعتبر المغرب كذلك له شرف رئاستها بالإضافة إلى أمريكا والنيجر وإيطاليا، وبالتالي دورها هو تركيز الاهتمام على إفريقيا ويعني تعزيز قدرات الدول والمعلومات، وكذلك تبادل المعلومات الاستخبارات التي بشأنها أن تعزز أمن الدول، على اعتبار أن أمن الدول اليوم لم يعد رهينة بمقاربات انفرادية بقدر ما أن يرتبط بالأمن الإقليمي وبالأمن الدولي، وهو ما يقتضي تنسيق المجهودات بين الدول الإفريقية فيما بينها وبين يعني مجالات أخرى لها تماس معها كأوروبا وغيرها من المناطق والمجالات الجغرافية. طيب المشاركون دكتور روداني كذلك ركزوا على أهمية استباق التهديد الإرهابي، تحدثوا عن المناطق التي موجودة اليوم تحت سيطرة الإرهابيين ومناطق أخرى يخططون كذلك للتموقع فيها، نتحدث مثلا عن داعش خراسان. هل هذا التحالف بإمكانه أن ينسق الجهود في أفق استباق هذا الخطر؟ أعتقد لابد من وجود قدرة الدول على كذلك خلق شراكات استراتيجية من خلال تبادل المعلومات، وكذلك خلق شراكات استراتيجية من أجل بلورة بعض الاستراتيجيات وبعض كذلك بنود وبعض مخرجات قرارات مجلس الأمن كالقرار مثلا 23/41 سنة 2017 الذي تكلم عن تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تبادل المعلومات والخبرات من أجل منع الجماعات الإرهابية. ثم كذلك هناك داخل الأمم المتحدة مجموعة من البرامج التي تتشكل من أجل يعني الدفع بالدول إلى خلق سياسات
استباقية ورؤى استراتيجية من أجل دحض ومنع الجماعات الإرهابية. أتكلم عن برنامج سولوشن وهو ركيزة أساسية لبرنامج تحدي أمن الفضاء الإلكتروني. ثم أتكلم كذلك عن المنظومة الجوية الغير مأهولة UAS والتي هي من الضروري أن تأخذ كذلك في اعتبارها أن هناك دول إفريقية غير قادرة لوجستيكيا على محاربة الإرهاب، وبالتالي لا بد من تعاون أمني واستخباراتي والوصول إلى المعلومة وتبادل المعلومات، وهذا يحتاج إلى وجود مجموعة من يعني من الأمور المرتبطة بالثقة ما بين الدول، خاصة عندما نتكلم عن أن اليوم الجماعات الإرهابية أصبحت تستعمل الطائرات المسيرة ولها كذلك في جعبتها صواريخ متطورة. زيادة على ذلك لابد من الإقرار، وهي نقطة مهمة أعتقد، وهو الإرهاب الشيعي في القارة الإفريقية، وهو مهم جدا. عندما نتكلم مثلا عن جماعة إبراهيم الزقزاقي، نتكلم عن البرناوي، نتكلم عن علاقة جماعة يعني إبراهيم الزقزاقي كذلك في مع مجموعة من الزعماء التنظيمات والخلايا الإرهابية في شمال مالي أو في منطقة ليبتاكو غورما، نتكلم عن علاقتها بأمادو كوفا بأياد أغلغالي، نتكلم كذلك عن تنظيمات جديدة كما قلتم ستظهر وستتشكل، وأعتقد أن القارة الإفريقية سيظهر فيها جيل جديد من تنظيم داعش وكذلك تنظيم القاعدة. الصراع الكبير ما بين تنظيم القاعدة وداعش حول مراكز النفوذ داخل القارة الإفريقية وحول مجموعة من الفراغات الجيوسياسية يشكل تهديدا خطيرا للمنتظم الدولي، وبالتالي أعتقد اليوم أمام هذه الوضعية الكارثية التي تعرفها القارة الإفريقية من خلال توسع الجماعات الإرهابية وتوسع رقعة جغرافية الإرهاب داخل مناطق متعددة، أعتقد طيب. لا بد من الاهتمام كذلك بالرؤية الأمنية الاستباقية، خاصة النماذج التي استطاعت يعني تفعيل مجموعة من المبادرات. اليوم نتكلم عن المملكة المغربية في إطار ما في إطار مقاربتها، كانت هناك استراتيجية لإصلاح الحق الديني، تحديث المؤسسات الدينية، ثم كذلك لا بد من خلق استراتيجيات عمودية وأفقية تكون فيها الدول الغربية كذلك فاعلة على مستوى تمويل مجموعة من المشاريع، لا على مستوى كذلك رفع قدرات الدول الإفريقية من أجل مواجهة العمل الإرهابي، خاصة نحن لا نتكلم عن معركة ولكن نتكلم عن مواجهة غير تقليدية مع يعني سكونافير غير أسيمتريك، وبالتالي أعتقد لا بد من مجموعة من الجهود المتضافرة بين الدول، خاصة الدول الغربية التي لها من القدرة على دفع مجموعة من الدول لتكون لها المبادرة من أجل خلق نماذج مهمة داخل مجموعة من المناطق، على اعتبار أن كل منطقة لا بد لها من نموذج خاص في محاربة الجماعات الإرهابية المتمركزة. دكتور مالكي، في 3 دقائق إذا تفضلت، ماذا يستفيد المغرب من تنظيم ملتقى كهذا؟ بطبيعة الحال أولا المغرب ينطلق من مبادئ، وهي انتماؤه وصدوره الإفريقية ومقاربته البناءة في تنمية هذه القارة بناء على معادلة رابح والتعاون جنوب التي يدعو لها منذ مطلع الألفية الثالثة. عقدين المغرب يشتغل في إفريقيا بكل تفاني وبكل إخلاص ويستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. فالمسألة الأولى التي انطلق بها المغرب هو قناعته، فلا يمكن بناء هذا المستقبل إلا وسط يكون فيه الجميع رابحا وتكون التنمية الشمولية لمختلف البلدان. المسألة الثانية، سنحت هذه الفرصة أولا بغض النظر عن إبراز المقاربة المغربية والاستراتيجية المغربية في مقاومة ومكافحة الإرهاب وتميزه وتفوقه في ذلك وتقديمه معلومات حساسة لبلدان يعني أوروبية وغربية باعترافها باعتراف وزراء خارجيتها ووزراء داخليتها، ولكن أيضا تميز برسالتين قويتين. أولا دعم البلدان يعني الوحدة الترابية للدول وجعل الحركات الانفصالية
وهي تجذب وتوفر بيئة خصبة للإرهاب، لم يعد هناك مكان للحركات الانفصالية داخل القارة الإفريقية. مسألة ثالثة وهي تجديد بعض البلدان لدعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تفرض نفسها يوم بعد يوم. وأعطي بعض الأمثلة: جمهورية إفريقيا الوسطى جددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، رومانيا، تركيا، قبرص، السعودية. إذن هناك هولندا رسائل قوية جدا تنطلق نعم هولندا أيضا. إذن هناك رسائل قوية اليوم تنطلق من المغرب نحو دعم الوحدة التراثية للبلاد، وأيضا لمشاريعه الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع خط أنابيب الغاز الرابط ما بين نيجيريا والمغرب، مرور عبر إسبانيا سيمر عبر 10 بلدان تقع في غرب القارة الإفريقية، وسيوفر بالإضافة إلى عائدات مالية كبرى تقاس بملايير الدولارات يمكن أن تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان. سيسهم أيضا في الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، والذي واضح يعتبر أيضا تحديا مصيريا. دكتور لعميم أختم معك، إذن هذا هو الاجتماع الثامن لهذا التحالف، ليتك تحددنا ما الذي حققه إلى الآن؟ في البداية في الحقيقة أود إشارة فقط إلى المكاسب التي حققها المغرب من خلال هذا المؤتمر. هناك مكاسب بالطبع بحال كما أشار إلى ذلك الأستاذ المالكي، مكاسب سياسية مرتبطة بدعم الحكم الذاتي، وكذلك يعني الاقتناع التام بأن الحركات الانفصالية يجوز يتجزأ من 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 الحواضن الكبرى للإرهاب. كذلك هناك مكاسب استراتيجية، إعادة موقع المغرب على مستوى الدولي كفاعل أساسي وكفاعل رائد بطبيعة الحال منطلقا من العمل الدبلوماسي المغربي الذي يمتح من رؤية ملكية رائدة وحكيمة، وعلى الخصوص النهل من التجربة المغربية في هذا المجال. بالإضافة إلى هذا التموقع الدولي الذي بطبيعة الحال يستثمر في التموقع القاري، لأن تلك العودة إلى المؤسسة الاتحاد الإفريقي اليوم هي تعطي أكلها بهذا المستوى. هناك كذلك مكاسب اقتصادية، لا يمكن أن ننفي أن اليوم خصوصا بعد تداعيات أزمة كورونا، على أن المغرب اليوم يشكل واجهة سياحية، يمكن كذلك واجهة لمناخ الأعمال من أجل تطوير الاقتصاد المغربي، وكذلك عودة يعني السياحة وعجلة الاقتصاد المغربي الدوران. بخصوص أن ماذا حقق هذا المؤتمر، بطبيعة الحال هذا المؤتمر أولا شكل يعني قيمة مضافة إلى المبادرات السابقة التي كانت تروم دائما الحد من الظاهرات الإرهابية. كذلك هناك مكاسب، كذلك أن الوعي، هناك اقتناع اليوم بأن الإرهاب يجب أن يعالج بطرق يعني بمجهودات جماعية وبتنسيقات مشتركة، ولا يمكن، لأن اليوم الأمن الإقليمي وجزء من الأمن الجماعي والدولي على الخصوص. أساتذة الكرام، شكرا جزيلا لكم على كل ما تفضلتم به، شكرا جزيلا للدكتور شرقاوي الروداني، للدكتور موسى المالكي، وللدكتور زهير لعميم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.